السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أسئلة دينية مع لابو بالمي. سؤال حلقة اليوم كيقول: ما هي الصورة التي دعا بها سيدنا زكريا عليه السلام؟ تفضلوا معه. السلام عليكم. السلام عليكم. واش مبروك؟ الله يبارك فيك اخويا، حفظك. صحة السلامة. عليك وعليك اخويا. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. شوفي خير؟ الله يعاونك. الله امين. الله يحفظك. عليكم واحد السؤال. كيقول: ما هي الصورة التي دعا بها سيدنا زكريا عليه السلام؟ خذها منها خذها. عرفتي شي حاجة؟ مزيان، أنا عارف نقول لك. شعلة غفلة. غير دور شوية تفكر شوية. خلي بما يفكر شوية. نشوفوا هنا تبارك الله هادشي بين اليوم هنا. كل شيء موجود ياك؟ الله يحفظك. كاين الشباكية، كاين تما، كل شيء كاين. يلا فكر مع صاحبك، أجي نشوفوا الشباكية تما. أجي نشوفوا زيزو. كل شيء كاين. تبارك الله، كل شيء عنده موجود. تبارك الله، كل شيء كاين واجد في رمضان، إن شاء الله الخير عندنا في البلاد مزيانة. أيها مرحبا، ما هي الصورة التي دعا بها سيدنا زكريا عليه السلام؟ صورة الأنبياء. واش ما قلتهاش قبيلة؟ وا كان كيف كان؟ ياك ما قالك شي واحد؟ لا والله صراحة كون قالوها هما نيس علاش ما يقولوهاش؟ تبارك الله عليه، جواب صحيح. أنت اللي جاوبتي عليها. تذكارية. تبارك الله عليك. الناس تبارك الله عليهم متواضعين، وتبارك الله الخدمة ديالهم نقية بزاف. اي واحد نتمنى يجي عندهم هنايا، كديروا الحلويات، كديروا كل شيء. شحال الكاطو هذا؟ وضع هنا. عجبني بزاف. مرحبا بكم في اي وقت، مرحبا بكم تواصلوا معهم. الحلقه ديال اليوم انتهت، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.